ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا عامل الفيديو ده ليه النهارده؟ فجات لي امبارح مسج على صراحه بتقول ايه، انت تافه جدا يعني وفرحان بالبنات اللي حواليك وكلهم عار اصلا، امال لو كانوا حلوين شويه كنت هتعمل ايه؟ بس استرجل وقص شعرك. اوكي، هو اولا رايك فيا او رايك فيا هو ما يفرقش معايا في حاجه، يعني انا it's not one of my target ان انا اعجبك يعني، بس عايز اسال سؤال، يعني هو انت او انتي مين اللي عينكو قاضي ان انت تحكم على الناس وبتحكم على الناس على اساس شكلهم؟ يعني هو المقياس دلوقتي بالنسبه لكو ان الشخص اللي شكله حلو هو ده الانسان الحلو، يعني غير كده هو ده شخص عرة؟ يعني ده معناه ان حضرتك او حضرتك حد السوبر واو، حد نازل لنا من السماء؟ خلينا نتفق على حاجه في الاول، هو ده مش مقياس البني ادم، بغض النظر عن ان مضمون الجمله هنا باين منه ان هو فيه حقد جدا يعني، بس الناس اللي موجودة في حياتي أنا مش قابل إن حد يشتمهم أو إن حد إن يقول عليهم عرق، يعني هي الناس دي أنا حابب وجودها في حياتي، يعني إحنا مش مطلوب مننا إن إحنا كلنا نكون عاجبينك أو عاجبينك. الحاجة التانية موضوع استرجل واحلق شعرك، هو أنا معرفش أنتوا بتقيسوا الرجولة على أي أساس أو إيه مقياس الراجل بالنسبة لكم، بس يعني على حد معلوماتي إن الموضوع الشعر ملوش أي علاقة بالرجولة ولا هي تثبت اي شيء في الموضوع ده تماما، يعني مش كل ما الواحد شعره كان قصير كل ما ازداد رجولة، يعني ده ملوش دعوة تماما، فكل واحد بيحب ياخد حتة الرجولة دي على حسب دماغه يعني. وانا كده كده احتمال احلق النهاردة، فانا بس حبيت اوضح بحيث ان ما يتقالش ان انا حلقت عشان خاطر المسج. احلق ليه؟ لان انا رايح شغل جديد النهاردة، فهو الشغل ده للأسف ما ينفعش في الدقن، يلا حسبي ولا نعم الوكيل. فانا شايف ان موضوع الشعر الطويل من غير دقن خالص فاكس شويه، فلسه هشوف الموضوع ده لما احلق دقن. يعني مين بقى اللي انا عايز اوصل له او اللي انا عايز اتكلم معاكم فيه من المسج ده؟ اللي هل احنا كاشخاص مطالب مننا ان احنا نقدم وقت ونقدم مجهود عشان خاطر نعجب اللي قدامنا؟ يعني هل انا كفايه عندي ان انا اكون عاجب نفسي، ولا انا لازم اكون عاجب كل الناس؟ في شخص ممكن يكون عاجب كل الناس؟ انا من وجهة نظري كمصطفى ان الشخص اللي عايش وبيسعى ان هو يعجب الناس، ان انت هتضيع وقتك وهتضيع مجهود وهتضيع حياتك عشان خاطر تعجب الناس، ومهما عملت لهم عمرك ما هتعجبهم. الطبيعي انت بتمشي في حياتك بتعمل اللي انت حابه، وهتلاقي اللي بيأيدك في اللي انت بتعمله، هتلاقي اللي بيعارضك. اسمع للي بيأيدك واللي بيشجعك، واللي بيعارضك فاكس جدا. وفروا مجهودكم، وفروا طاقتكم، وفروا وقتكم ان انتوا تحاولوا ان انتوا تعجبوا الناس. انت عيش حياتك زي ما انت عايزها، عيش حياتك بالطريقه اللي انت بتحبها وما تسمعش لحد. برضه هستنى ردودكم على الفيديو ده، كل واحد يقول لي رايه في الموضوع، وتقولوا لي لو حد فيكم اتعرض لموقف زي ده. سلام عليكم.